ألقت بهم الحياة على قارعة الطريق ونسيهم الجميع يفترشون الأرض ويتلحفون بالسماء مستأنسين بحيواناتهم أو خطوات بعض المرة. التقينا البعض ولكل منهم حكاية فيها مرارة وحزن. 5 سنوات وقيس يجوب شوارع العاصمة صحبة أغراضه، وجه شاحب وسترة بالية وذكريات أليمة لحياة قست عليه وأجبرته على العيش في الشارع. يعني بيت حاليا لأنه كل مرة في بلاصة هوني طيحني النوم، يعني جري بجنبي بديجا هيك، يعني كاره الشارع صباح تحبي بيت في الشارع توقع منه كل شيء، الشارع بركاج ينجم عباد تجي تنبش فيك تضربك وانت راقد، تنجم تصير كي كارثة في الليل، عباد تفتفتني سرقتني وانا راقد، عباد هزولي فريش، برشا حكايات برشا برشا حكايات. أنا تكسرت ضلوعي مرة هكاك، ما عندي حتى شيء، كان جا عندي فلوس ما يمكن خير. أنا وصلت رقدت في منجي سليم، وأنا رقدت في الشارع، جرت الشارع، أقل كريات تو 200 وأكثر من 200، ومنيتي نحب نرتاح من الاسترس هذا. مشكيت وجريت وعملت برشا حكايات وما ثم حتى شيء. نلم دبوز وناكل بها نشرب بها نعمل قهوة هذاك وتعدى النهار واللي صورته وناكل وكا وفي الموضوع تحلين نرقد ونفس الموضوع كالعادة. من 40 سنة مازال الواحد مش باش يعيش قد اللي عاشوا. أنا الشيء نشوف فيه عبارة عمري 100 سنة أنا توا عبارة نستنى في واحد باش يكركرني يروح بيا. تواخلنا أكثر في شوارع العاصمة حيث لم يختلف المشهد كثيراً لتعترضنا حميدة رفقة عدد من القطط تؤنس وحدتها مفترشة قطعة من الكرتون ومتوسدة عتبة إحدى البنيات لتحدثنا عن قصتها التي باتت مأساة متكررة. ذم أخواتي ذم، ذم أولادي ذم، ذم منسوني ذم، نحكي معهم فهمتني. أنا يتيمة من كنت تربيت في أطفال بورقيبة معناتها بنت الدولة معناتها، كنت معهم في الفيه كي تسكر فيه كروني شهرين قالوا لي راه معناش فلوس باش نكملوا نكرو، مشيت للوالي ومشيت للوحدة ما عملوا لي شيء، ووزارة الشؤون الاجتماعية ما عملت لي شيء، فهمتني؟ تكتب لك ورقة تقول لك برا هز الوالي، نمشي الوالي تقول لك برا امشي بالعروس، بالعروس يقول لك لا يلزمك تمشي شؤون اجتماعية، معناتها فما شيء. تجيني منحة كل 180 هذيك فهمتني، لا باش تداوي بها لا باش تكري بها، ما تنجم تعمل بها حتى شيء. شو اللي خوفك؟ العنف، تضربت في العنف، هذا كل زاد تحلي، هذا كل علاش يضربوك؟ اه يحبوا يتعداو عليك في الشارع، في الشارع ساعات لعبت تاتي ساعات لعبت تتعدى تمزخ عليك يمسخ وبيتي لقى حتى بيتا ونكري فيها واستقر تبدي ما قيتش حتى كي تفركس والكري يقولولك فيش دبي إيش تعمل هذيك 200 دينار ولا إيش تعمل وكل وفي الزاوية الأخرى وتحت شجرة قرب جامع الفتح اتخذ عم حسن مقرا له منذ عشرات السنين، هو الذي اعتاد هذه الحياة وفقد كل أمل فيها. كنت تقعد ديما تصور ديما توصل الكلام ما يوصل شيء. حسن متقلق خطر نحكي معاك. عليه مانيش متقلق منك، مرحبا بيك بنتي. من شكون متقلق عم حسن؟ متقلق على الوضع، تو واحد عنده مش يقعد برا، هذه من جد حتى على بشر، كانت امي وبابا واخوي وفاء هزهم ربي، انا قاعدين تحت سجرة. السجرة هذه شو وليت؟ شنو شو وليت؟ هاي فيلا 20,000 مرة تصورت وكذا وبلاتو، ما ثم حد شيء يخدموا بينا، هاو هاو طال نعمل لكم وكذا وما ثم حد شيء. ما يجيك حد؟ ما يجي حد، ما خدي يكذبوا علينا من الاخر، تكلم نتكلم شيء ما ثم. أما منصف الذي اتخذ من مدخل إحدى البنايات المهجورة مأوى له، توسد خرقة بالية وغطاء طمست الأوساخ ألوانه ليروي لنا قصة 6 سنوات من التشرد. ندور تونس الكل لقى شوية لبس ونزل من الحانوت باب الخضر نبيعهم، وهم قاعد نسقط منهم تلم الدنيا شوية، نجي نتك على روح نتبو روح حكومة كيكة
الظهور الاجتماعي والظهور العائلي زوج من بعضهم. ذكرتني برشا حاجات خايبين خايبين، مش فما حتى حاجة باهية، كلهم خايبين. كلمة ساعة قلت لي كنت تصور روحك كيه، ما كنت نتصور روحك كيه، خاطر كنت نخدم بحري، كنت بفلوكتي، كنت بوموني مريقلة. هي راسها لقت امرأة هي تعيش في بوسيرة متو في دار معها ولدي، وين هنعيش في الشارع؟ وين هن بيتهم؟ هن بيتهم هنا؟ شكون باش تلوم ترى؟ هي حكمت هكاكا. برشا أمنيات، أمنيتي ندب المفتاح، ندب المفتاح يسكر سكر على يديد، نرقد مثمن. وبالرغم من غياب إحصائيات رسمية حول موضوع المتشردين في تونس، إلا أن هذه الظاهرة تشهد تناما في السنوات الأخيرة في غياب استراتيجية واضحة لإنقاذ هذه الفئة.